الدقة الخامسة على التوالي والسبب أتوات مالية يفرضها مسلحون على خالهم. هذا ما يحصل وبشكل متكرر لعائلة أبو عباس التي تسكن جميلة قرب ساحة مظفر. ابن أختي وأبوه وابن عمي، أكو واحد يهدد خاله ويهدد عمه ويهددني ويساومني على بيتي وعلى مالي وعلى حتى نهى على بيتي. بيتي مخطوبة تربوية راح نهى عليه، يعني محاربنا حرب حرب مو طبيعي مو طبيعي، ليل ونهار يطلع علينا واحنا لا حول ولا قوة. الناشد الحكومة، الناشد رئيس الوزراء، الناشد وزير الداخلية يحطونا حماية، لأن تجي النجدة 4 دقائق وراحوا ويعوفوني من مركز الشرطة بالليل، أرجع أنا لوحدي، أنا أنكتل ما حد يرجعني. نجت العائلة من موت محقق بعد استهداف غرفة الطابق الأعلى للمنزل، الأمر الذي خلف جروح بليغة بالابنة الأكبر. هذا المكان مال بنتي، كانت نانا نايمة وردنا نموت. 5 دقائق بس طلعت من الغرفة رأسا جو ورمونا هذا. يعني ماكو أمان. عصابة ناس، عصابة مستهترين، أول ما يجي تبليغ رأسا يطفرون علينا. مناشدة عاجلة تطلقها عائلة أبو عباس لتخليصهم من سطوة أقاربهم وحمايتهم من السلاح المنفلت. لشرقية نيوز، خطاب عادل، بغداد.